كرة من ركلة حرة مباشرة، ياسر القحطاني، كرة عالية وإعداد هلالي، والكرة أيضا مخروج فواز القرني بخطأ ويحاول ويستي لوبيز، لكن الكرة بتواجد دفاعي النادي الأهلي والرائد يعني يؤكد وجوده ويقرب وجوده في بين الثمانية الكبار. كرة تسديد للاتحاد ولكن 16 دقيقة كرة اتحادية موديست مبابي، لكن تدخل نواف العابد يدخل ويتقدم أحمد عسيري معاه، نواف يتقدم، نواف ويأتي به، الله جول للهلال، هدف جميل من نواف العابد. نواف يخطف كرة من منتصف الملعب من أمام موديست مبابي ويتقدم أيضا من المدافع الأوسط في الاتحاد أحمد عسيري بسرعة جدا ويتقدم بتسديدة جميلة في المرمى الاتحادي وفي المقص الأيمن لحارس المرمى فواز القري. هدف مبكر للاتحاد، هدف مبكر على الاتحاد لصالح الهلال. هذه عادة مرة أخرى، شوفوا نواف العابد يتقدم بشكل جميل ويسدد من مسافة من بداية منطقة الجزاء، يسدد بقوة على يمين فواز القري، هدف أول للهلال، هدف جميل جدا، هدف من نواف العابد من زمن شوط المباراة الأول، يعتبر هدف مبكر على مستوى الكلاسيكو. والعابد الذي يعني يطلب منه مدرب الهلال كثيرا في خط المنتصف خاصة في سرعة اللعب، والمولد هنا يحاول بالكرة الاتحادية لكن عبد الله السيري يبعدها إلى خارج الأفضلية على المستوى الخليجي والقاري، يحققون اللاعبين السعوديون هنا ملعوبة، ياسر الكرة لنواف والكرة بتمر بجانب القائم، لا سالم الدوسري، الكرة بجانب القائم. الأخطاء في دفاع الاتحاد الكبير شاهدناه في المنصة الرئيسية في استاد الملك فهد الدولي، عرضية عالية وياسر، لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. هذه كرات ياسر وهذه عرضيات تأتي من مين؟ تأتي من سلطان البيش، من ساندرو، عالية وخروج غير موفق والتعادل، جول الاتحاد، رأسية جاءت أمام عبد الله السديري خلصها وجاءت تماما للغير مراقب اللي يسجل في المرمى، هدف التعادل في الدقيقة 30، في الدقيقة 30 للاتحاد، هدف جاء من ركلة ركنية ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء في منتصف منطقة الجزاء تماما، جاءت الكرة أمام عبد الله السديري اللي صدها أيضا من رأسية اتحادية، ومن ثم تأتي المتابعة للاتحاد. هذه الكرة متابعها والمتابعة أمام المرمى، سعود كريري، جاءت الرأسية الأولى من كرة ملعوبة من سادرو، عالية تتخلص، تصطدم في الدفاع أيضا. لقاء النصر النجران ينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، هو اللقاء الوحيد الذي لم يسجل فيه أهداف في هذا المساء من خمس لقاءات في دوري زين السعودي للمحترفين. رمية جانبية، الكرة من عبد الله الزوري، وهنا يطلق حكم اللقاء الدولي خليل جلال.